يعني تجربة الاستعانة بالخبير التحكيمي الأجنبي دي هتكون فاشلة؟ مش هتكون فاشله، الله اعلم يعني فاشله مش فاشله. انا اعتقد يعني زي بالظبط يا كابتن اسلام، لما تجيب مدير فني اجنبي، مدير فني لاتحاد الكوره اجنبي مش مدير منتخب. ايوه مدير فني للاتحاد وليس للمنتخب. طب يعني هيعمل ايه طيب غير اللي بيتعمل؟ المدير الفني للاتحاد ده راجل بيخطط. طب ما انت كان عندك كابتن فاروق جعفر، وبعدين مش الكابتن فاروق، الدكتور محمود سعد استاذ في كليه التربيه الرياضيه، استاذ تخطيط. وبعدين جه فنجاده. طب فنجاده مع كل احترام لشخصيته، طب اضاف ايه بقى في الفتره اللي اضافها؟ مع كل احترامي الكبير جدا للراجل وللمهندس احمد اللي جابه، انا ما عنديش مشكله في كده، انا بكلمك ايه بقى ايه الاستفاده اللي جت من الكابتن الخبير الاجنبي لما مسك مدير فني اتحاد الكوره؟ ايه الاضافه اللي عملها؟ ولا حاجه. طب انا يعني طب انا عندي طب انا اجيب الكابتن حسن شحاته اخليه مدير فني لاتحاد الكوره مثلا، يعني يعني حسن شحاته اكبر من ان هو يكون مدير فني لاتحاد الكوره. لا ماشي انت شايف كده، انا بكلمك يعني انا حسن شحاته ده قيمه كبيره، ما يعني انت يا عم انا قلت حاجه ماشي خلاص، انا كنا انا قلت كده يعني بقول لك ان ده قيمه كبيره. ايوه ان اسم كبير، انت بتختار اكبر اسم. انا فاهم ايوه انا قصدي كده، بختار اكبر اسم في الكوره في مصر، بقول لك كابتن حسن، كابتن علي ابو جريشه، كابتن فاروق عفر، بقول لك الاسماء الكبيره، لكن انا راح اجيب خبير اجنبي عشان. طب ليه حضرتك ما طرحتش ده على حازم امام اللي هو يعني واخد الاتجاه ده، ان يتم الاستعانه بكل الخبراء الاجانب في كل المجالات سواء؟ انا بتفق معاك ان لا التحكيم ينفع له خبير اجنبي، لان محدش يعرف المشاكل التفصيليه اللي موجوده داخل الحكام، في مشاكل كتيره جدا، ولا المدير الفني لاتحاد الكره، لان محدش يعرف طبعا كمان العك اللي بيحصل في مسابقات الناشئين واللي بيحصل في، وطبعا المشاكل الخاصه بالمدربين او رخص المدربين. فليه حضرتك ما اتكلمتش مع حازم امام صاحب الاتجاه ده؟ انت عارف يا كابتن اسلام ان احنا السي اي دي اللي هي اللي بياخدها المدرب اول رخصه من اتحاد الكوره السي، تمام؟ انت عارف ان هي بقى لنا ثلاث سنين ان هم ماشيين من الاتحاد 2018 2019 ان ما فيش اي دوره سي اتعملت في اتحاد الكوره، يعني بقالك ثلاث سنين. طب ما فنجاده كان موجود. انا عاوز اقول لحضرتك المدير الفني لاتحاد الكوره لما يكون ابن مصر ويكون خبير كوره من مصر هنا، احنا اول دوره في الاتحاد بالاستاذ جمال علام جبنا الكابتن المحترم الكابتن عمرو ابو المجد. انا مش عاوز اقول لك يا كابتن اسلام، الدكتور عمرو ابو المجد عمل تخطيط لخمس سنين لمنتخبات مصر والفرق الناشئين ازاي. لكن للاسف طبعا الدكتور عمرو ما عجبوش حوارنا او ما عجبوش اتجاهات المجلس الاداره، فقال لهم السلام عليكم وشكرا. لكن انا بقول لحضرتك كان الراجل ده دكتور عمرو ابو المجد كان هيبقى الاضافه لاتحاد الكوره. انا النهارده ما استعينش ليه بدكتور عمرو ابو المجد واديله كافه الحريه اللي احنا في مجلس الاداره بتاع الجامعه. طيب انت حضرتك مسؤول وليك انت كمان. انا عندي مشكله ان حضرتك اولا كنت مسؤول 8 سنين في اتحاد الكوره، وكنت من قبلها موجود في لجنة المسابقات، ثم دلوقتي حضرتك موجود في رابطة المحترفين. ليه حضرتك ما تنقلش ده للمسؤولين في اتحاد الكرة اللي المفروض، أو لحازم إمام دلوقتي هو اللي متصدر المشهد؟ تسمعني يعني ولا؟ طبعا اتفضل. بص، رغم صداقتي ومحبتي وأخوتي الكابتن حازم إمام والاستاذ جمال علام طبعا وكل المجلس تربطهم بهم علاقة شخصية، إلا أن أنا كابتن إسلام لو من 5 يناير المجلس تولى اتحاد الكوره لم يحدث اي حوار بيني وبين مجلس الاداره. انا يعني لازم الناس دي كل مرحله كابتن اسلام ليها اللي بيديرها، فبالتالي لازم يكونوا هم في منأى تماما. حتى ما بقعد مع الاستاذ جمال علام بعيدا تماما عن اتحاد الكوره او ما يدار في اتحاد الكوره. ليه؟ هما كل برضو مجموعه او كل يعني مجلس اداره بيحب يدير بفكره، وانت عارف ان انا كابتن حازم بالنسبه لي اخويا وصاحبي، لكن انا عمري ما كلمته هتجيب مين ولا هتودي مين. ليه؟ كل واحد بفكره، بفكر اللي موجودين معاه ليهم ادارتهم وليهم رؤيتهم. ولازم يا كابتن اسلام الواحد يحترم نفسه شويه،
لما يكون بعيد عن المشهد في اتحاد الكوره لازم ما يبقاش متطفل لا بالنصيحه ولا بالراي، لان هم اكثر هم في المطبخ نفسه فشايفين ايه الاتجاه اللي ممكن يتعمل لصالح الكوره في مصر. انا بكلم حضرتك ردا على كلامك، بقول لك لا، مدير فني اتحاد كوره اجنبي، انا بكلمك راي شخصي. أيوة. لكن انا ما اقدرش انا لا انقله لحد ولا اقوله لحد. هم دي فترتهم، لازم ندعمهم ولازم نكون وراهم عشان فعلا لازم الموضوع يعدي ولازم الازمه تعدي. ولو شفنا حاجه غلط ما نحاولش نتكلم فيها يا سياده اللواء؟ بتكلم معاك، انا بتيجي تاخد رايي بقول لك انا وجهه نظري كذا. تمام. وبقول لك كابتن اسلام برضو انا بقول لك على واقع. احنا مش جبنا فنجاده سنه. مظبوط، انا مع حضرتك في في اللي حضرتك بتقوله ده. هتجيب خبير تحكيمي؟ والله يا كابتن اسلام ما هيعمل حاجه، لان حكامنا معلش يعني واصلين لمستوى اعلى بكتير جدا انك تجيب لهم واحد يواجههم. لا، حكامنا في فقدان ثقه في الفتره دي بس، لكن هم فنيا وبدنيا حاجه محترمه جدا، لكن احنا يعني مكسرينهم الفتره اللي فاتت دي، فبالتالي في فقدان ثقه، والحكم لما بيفقد ثقته الكابتن اسلام بتبقى الامور صعبه شويه. مع عوده كيروش لتدريب المنتخب ولا لا؟ انا كنت حابب جدا انه ما يمشيش. مع عودته جداً. دلوقتي ان هو يرجع؟ ما اعتقدش انه يرجع يا كابتن، لان انا عارف يعني في حاجات كده، لكن يعني هو هيكون افضل من غيره لانه عايش المنتخب فتره. انت حضرتك قلت ما اعتقدش انه هيرجع. طيب لكن انا بقول لحضرتك انا مع عودته طبعا، لما ان هو قعد 4 شهور ولا حاجه او 6 شهور مع المنتخب، مش لسه هيقرا المنتخب من جديد تاني. ايه هي الاسباب اللي تخلي كيروش ما يرجعش رغم ان حصل مفاوضات ما بينه وبين المسؤولين في اتحاد الكوره وطلب هو مهله 10 ايام؟ يعني هو اعتقد ان هو اللي مشي ومشي ما عجبوش الاجواء اللي موجوده، فبالتالي ما يعني الاجواء ما اتغيرتش، يعني هو مشي ما حسش ان في نوع من التآلف بينه وبين المجلس المحترم اللي موجود حاليا الاستاذ جمال علام. طيب انت ما انت مشيت، طب هترجع تاني ازاي؟ ما انت مشيت عشان كده، طب هترجع تاني؟ ما هو المجلس هو والمجلس موجود ان شاء الله باذن الله سنتين كمان، طب انت هترجع تاني ليه؟ ما انت ماشي عشان مش قادر تتعامل معاهم او مش عاوز تتعامل معاهم ايا كان السبب اللي اتقال يعني. فعشان بقول لحضرتك ما اعتقدش، لكن بقول لو فرض لا هو الافضل من ناس كتيره هتيجي هتبدا من الصفر تاني. اخر سؤال، لو غزل المحله راح بشكوى او تقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكره القدم ضد رابطه المحترفين بسبب الاخطاء التحكيميه، رد الفعل بالنسبه للرابطه هيكون ايه؟ ولا حاجه، اصل من حقك انت من حقك هو كابتن اسلام، دي اول مره نعاشر حاجه زي كده ان يبقى في شكوى في الاتحاد الدولي. من تفتكر المحله هيقدروا ينسحبوا؟ لا دي لا طبعا، لان الناس مسؤوله وناس محترمه، واصل الانسحاب مش سهل يا كابتن اسلام، يعني الانسحاب من الدوري موضوع مش سهل يعني. فما اعتقدش. بمعنى يعني ايه مش سهل؟ يعني مش سهل ان يعني نتائجه نادي غزل المحله ده برضه نادي خد الدوري 72 73، يعني مش نادي لسه طالع من الدوري الممتاز اول مره نسمع عنه، لا نادي عريق بيمثل محافظه من اعرق المحافظات. مش الموضوع سهل كده ان انا انسحب فانزل بقى قسم. عقوبه الانسحاب من الدوري ايه يا ست اللواء؟ لو خفت الانسحاب هينزل يبدا بقى بالدوري من القسم الثالث بقى والرابع ويبدا. ما اعتقدش يا كابتن، بص انت بتتكلم في المستحيل، عارف؟ معلش انا بكلمك. اذا المستحيل ان تعاد مباراه الاهلي، والمستحيل ان ان نادي غزل المحله ينسحب من الدوري، والمستحيل انك انت تاخد الامور بهدوء. سياده اللواء انا بشكرك ودايما بتنورنا وتشرفنا. ربنا يخليك سياده اللواء. شرفت سؤال عضو رابطه المحترفين.